بس خلي بالك ساعات الجزء الحماسي اللي في اللعبه دي ساعات بيوصل لمراحل بقى ساعات بتشوف مطحنه في الملعب، يعني فيها فرصه كبيره للاحتكاك وان يبقى فيه مشادات بين اللعيبه. يعني ده بيبقى ممكن حماس زياده من اللعيبه، بس ده يعني ما حصلش هنا في مصر، ما حصلش خناقات قبل كده خالص في مصر، غير ان هو ايه، هي لعبه فيها تلاحم بس مش اكتر، فهو الناس واخده فكره ان هي فيها ضرب فيها الكلام ده، لا بس هي خالص هي محتاجه لوحده مش اي تلاحم يا اكسلانس، ده حدوته كبيره. الحاجه اللي احنا بنحاول نغيرها في عند تفكير الناس، يعني انت اي حد هتشوفه يسمع عن امريكان فوتبول على طول هيجي في دماغه على طول ده مثلا الجزء التلاحم اللي موجود ده بالظبط، حتى ان هي تخلي اولادها يلعبوها. لكن هي لعبه مختلفه عن كده تماما، هي اي رياضه هتلعبها بشكل عام هيبقى في نوع من التلاحم او من الكونتاكت اللي موجود، لكن هي اللعبه دي مش زي ما الناس تبقى متوقعه او شايفه من هنا، لا هي فيها استراتيجي بشكل كبير جدا، فيها تاكتكس، فيها مذاكره، في امتحانات بيتعمل لهم برضه امتحانات قبل خطط معينه قبل الماتشات وكده، في امتحانات، فهي فيها استراتيجي تفكير بشكل كبير جدا. ازاي تقدر احنا مثلا حتى حته التاكلينج دي احنا بنتمرن ازاي تعمل تاكل، ازاي توقع حد، وفي نفس الوقت بتتمرن ازاي تقع،